يقول سماحة الشيخ: ما الحكمة في عدم وجود حد للمتعاملين وآكل الربا كحد الزنا والسرقة، رغم أن جرم الربا أعظم بكثير منها؟ هو الله جل وعلا توعد على الربا بأنواع من الوعيد لم يتوعد على غيره بها لشدته، ولكن لم يرتب عليه الحد كما رتب على الزنا والسرقة. الله حكيم عليم، فالجرائم التي يتعدى ضررها على الناس وينتشر شرها رتب الله عليها حدودا رادعة. أما أكل الربا والجرائم الأخرى من الكبائر فهذه فيها الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى، والمرابي إثمه قاصر عليه، المرابي إثمه قاصر عليه، لكن الزاني والعياذ بالله شره يتناول غيره، يفسد الأنساب، يفسد الأسر، يفسد الأعراض. السارق يأخذ أموال الناس وينشر الخوف ضد الأمن وروع الناس، شرع الله الحد لمنعه. كذلك القاتل شرع الله القصاص حقنا للدماء، لأن ضرره يتعدى على الناس،